المقدمة التي بعدها وهي المقدمة الثالثة، وفيها رد على الحزبيين وعلى كثير منهم. الرد ليس مقصورا على أهل الكفر والبدع فقط، وإنما حتى على أهل السنة ممن أخطأ منهم وظهر خطأه بين الناس. فكيف بمن ينتسب إلى السنة وهو يخالف السنة؟ يعني الرد ما إلا على الكفار، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يقول لك ده الكفار، ده الكفار يا مولانا، تبت يدا أبي لهب وتب. يقول لك ده كافر كافر. ما هو الرد ما على الكافر بس، حتى المسلم إذا كان حتى من أهل السنة، بل ولو كان من العلماء، إذا أخطأ وانتشر خطأه بين الناس أو أخطأ بين الناس، لا بد من إنكار هذا الخطأ بين الناس، بين الناس. وهذا الذي درج عليه العلماء. طبعا النازل بيقول لك انتوا بتردوا على العلماء، كان أخير تقيفوا في الرد على الصوفية والجماعة دين، لكن الناس ما تردوا عليهم يا أخي، ما في داعي. لا، ناسك ذاته الأخطأ في الملأ يرد عليه في الملأ. لذلك ابن باز رحمه الله واستشهدوا بكلام العلماء وهم بخالفوا كلام العلماء. ابن باز رحمه الله في التعليقات على العقيدة الطحاوية، صاحب العقيدة، صاحب العقيدة الطحاوية، هل هو من العلماء أم أنه من المبتدع؟ صاحب العقيدة الطحاوية أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، ده قال ده من العلماء. قال رحمه الله: والإيمان الناس في أصله سواء. قال ابن باز: هذا الكلام فيه نظر بل باطل، هذا الكلام فيه نظر بل باطل. يقول لك قول فيه نظر، لا لا بقول باطل. ليه بقول باطل؟ مرات أقول فيه نظر، لأنه ابن باز قال لك فيه نظر بل باطل، وبل من أدوات العطف، واستخدام أدوات العطف ضرب من ضروب الحصر، وفيه إفادة صحة ما بعد الأداة وترك ما قبل الأداة. بل باطل، ده الصحيح أنه باطل كمان الموضوع ده، وده كلام منه ملاز في الرد على الطحاوي رحمه الله. ابن كثير رحمه الله في تفسيره يرد على علماء، منهم ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد وغيره، قال في تفسير قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات أي الخمس والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ذكر الخاص بعد العام يفيد العموم، يفيد الاهتمام، فيه نوع اهتمام. فذكر الله الصلاة الوسطى بعد ذكرها في ضمن الصلوات الخمس، فالعلماء اختلفوا في المقصود بالصلاة الوسطى، والراجح أنها صلاة العصر. قال ابن كثير: وقال بعضهم الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس. قال: والعجب أن من القائلين بهذا القول الإمام البحر الحبر أبو عمر ابن عبد البر، وإنها لإحدى الكبر. والله قال كذا، أرجع التفسير بردوا، ما يقول لك الرد، الرد بس على منو؟ على الكافر كذا والمبتدع. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والنصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي بصحيفة من التوراة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ إلى آخره. صحابي جليل رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما في سنن الدارمي يقول: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما أراد أن يشفع للمخزومية التي تسرق تستعير الأواني ولا تردها فحكم بقطع يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ بل أورد النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الله، قال في البخاري ومسلم، أورد الحديث وقال متفق عليه أي في البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها غرام وكانت فيه تصاوير زي ستارة وفيها شنو صور، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه رأى التصاوير هتكها وقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. غضب لله سبحانه وتعالى والرد على كل من خالف، سواء كان عالما أو طالب علم أو غيره، لكن الرد على المبتدع مع التحذير منه، والرد على العالم من أهل السنة ممن يريد الحق يبين خطأ العالم، خاصة إن كان خطأه خارج الأخطاء التي تكون في أصول الدين والمنهج، ولا يحذر منه. أما من انحرف في منهجه وإن انتسب إلى أهل السنة والجماعة وخالفهم فيحذر من خطأه ويحذر منه. واحد اسمه طه عابدين دكتور في السعودية في الحرم، ده طبعا ناقشته لقيته هناك، بعدين ناقشته كلام طويل، أنا ما أدر سوى رد ساعة و14 دقيقة، قال كشف تلبيسات الزيارة زيارة إمام الحرم، بيرد على إخواننا وبيرد على بعض الناس، ومن ضمنها قال أنت تعتزل المنكر وما صاحب المنكر، والله الذي لا إله غيره من قرآن بس آية واحدة بس، وأعتزلكم دل المنكر ولا أصحاب المنكر؟ أصحاب المنكر أهو المنكر وما تدعون من دون الله، الاثنين تعتزل المنكر وصاحب شنو المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ شنو الكير. فما يغشك يقول لك الرد بس على المبتدعة، أها الشباب السلفي ديل من السلفيين ولا مبتدعة؟ والله نحن هم نبدعون، لكن ديل غايته سلفيين لكن طعنوا في العلماء، لازم نبين حاله. طيب انت ما رديت علينا، انت نحن مبتدعة؟ لا ما مبتدعة، لكن انتوا رديتوا على العلماء فنحن بنرد عليكم. طيب إذا كان الوصل العلماء بتاعينك انت وين ديل ما علماء ذات الوصل بالحق، انت بتجعل ده مصوغ للرد عليه، فكيف بمن وصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بمن أخل حتى في جانب العقيدة، حتى في جانب الولاء والبراء؟ ده ما يرد عليه، يرد عليه ولا كرامة.